مالينكي اللباد ايا اللاسعانو ايسان كسعون دقالو دحيا عيدان كاللوكتا بل سالباد دي نحوب كمدافيع دا لو يقانو ايا اسدافسان ايان ديار قرو دقال ايا كجريان تاسو لقدرهم ايا دراغيه دا قوبها ايا كوكلا سوغيه دي نعيا دا علاد دا ودحيسو مجريان دادال نبال رادين ايا اسكو دايا لغو جوچين ايا دقالكا حيلي ولي اوسر رايا عدكا دقالكو واربحينتا وحي نكو ايغينا محابيستا ايا هبدقانكا اي دي نعيا دو كالموچيين تاني انتي اي شيغان اني بحابيس كالهايان حيلي اللبادة دي نعيا كو دقال لما يالاس عانو اي شيغيان اني كالهايان محابيس اي كو كالقبسدين دقال كي دعاي مالميه لسو دافاي هادانا وحا سو شعبها يفعي لموچين ايا كو واحد قدوب كو نغون ايا حيرار كا دقال كا اي انشا حبل شادا دحليدا كو اسو لو قيسان ايا محابيس تا دقال كالوغو قبتاي اسمادا دقان كيو قبالادا سول سناجي عين ايا بلو قيد دقالادان شاگين ايسان لا دقال لما انقبيل لقارا سيدا سو كلانا اي دورا ايا اندرس نمادا بلشادا اي عيد كاسا و دقال كالوغو قبتان اي تها ان لحق دورو حلقا سو اي لها اللي ينقار كميدا داد كا ديگان كاو كاكا عدومي جوغيتان كا عيدن كا سوماليلان ايا قبالادان سوماليلان ايا شاكتا ان دقال كي اوغدن بيا اي كو قبتان محابيس دقال او تلاهان غاريس افر يطوان محبوس وحانا ورباهينتا سومالان لغا باهيي موقالا موچين ايا محابيس لوريسان ايو كوالا چردل ايو هاوين ايا عرور محابيس قعمها كحيران لغو فاسحاي او وحيالا ايو قيسان ايان كو ورباهينتا حكومت دو ويدين ايسا سؤالا لحاردا هايبتا قبائل ايهين ايا ريا او موغدا ان دقال كا سومالان اي دون ايسا اني وجيق ايسا بدشو سا ايوها شردان يرا عصوب او دب كالو اديك سادو اسمادا دغان كا اي سول سناجي عين ايا كو ايدايا هرقيسا اناي قادي تلابان نادرو هو اي ديشي قار كميدا محابيس تقالو اي قابطاي حيلي دنكو دا اي شاگان اناي قعان تاكو هايان واي دور ايان محابيس تقال اي هايان سيدا اي داها كرو غيسا عداي ما ديراد واي هشي قيلن ميديا محكمد ملتري اي سومال لان سارتي سقال محبوس او اي دقال كو قابطاي وحانا حكم كو دا لو اديك سدي قوضا بدا بقول سيديتن يا افراد بقول سيديتن يشان ايا بقول سيديتن يتضباد اي حير كعقابتا سوماليهد كواسو دل توغا شاقان نقونا ايا قار كميدا سراكي شعيدان كا يمسولين تررايد كا اي سومالي لان اوان لحريتني اياد ديدي ان اي بحيان فافاهين ديرادا افايان كا قدiga آيا كتشيو قوبالادا سول سناق يعانو الله اللقين للميديا ايا مالين كوهر شاقان اي سومالي لان دي شاق قار كميدا محابيس تقال او اي سوبان ديگين واركنا وحانو قوهان اي ايو وحي اي راقي وحي قفتين واي ميشا كسو ديني يعني بدن كودي لايا نوال حيا مقالا لقوه داقي براها بولشدا ايا موچين ايا فعيلة بنان تنميدا كفوق او اي دوبين اسكرتا سومالي لان غارهان نداو عيا قرقال دلبان اي او موقالا لغا دوباي تاس او كبحسان حير كدقال كا تاليها هولقلين تعيدن كا سومالي لان اهن افايين كا عبدي عبدالله حسن او الله لي ورباهين تا حكومت دا ايا شاقين لان مالين كوهر اي هيان افر يطوان محبوس بلسا سيدا كان موغتا قرال كا لغي هلي سومالي لان ترد الله حكومي اي لغي حفسيقا مندير ايا هسقال محبوس تاس او ايسا سومالي لان جواب كبحين حيلي افايان كسول سناقي عينو كو ايدين ايو ان سومالي لان اي دلو قيستي محابيس تلقبتاي تاليا هاو القلين تعيدن كسومالي لان وحو شاقي اسلام مالي تاس ان حكتا امام معلومات كمحابيس تلقو باهين دونا براها بلشدا تاس كدبنا موقال لك لدوان او كبحسن حيرارك ايال الباهي هلقا واحن كو هيا ليس افر يو طبان قفا افر يو طبان كا افر قف مو ياني طبان كا كلبا واحي شاكتين قبيلة دك لدوان اي مچارتين قاركود واسراكيل سري gaashan layal taliye guutayale ba ku jiray korneylo maxabiis aanu gacanta ku hayno weeyaanu soo bandhigi doona hadii Allah wado la ogolaado liiskoodina waa ka wala dhigi doona warbaahinta mid waliba halku ka tirsan yahay ciidanka ka tirsana iyo qoladii su'aalkaas ay ku cadahay waxayna ka dhigan tahay inay tahay go'aan ka yimid taliska ugu sareeya ee ciidanka Soomaaliland dhinaca kale 15kii bishii hore ee Febraayo hoggaamiyaha jamhadda hubaysan ee Sool Sanaag yaceen Cabdirashiin Hussein Cali oo loo yaqaan Cabdi Madobe Soomaaliland ay ku eedeenayseen oo ka tirsan yahay kooxa argagixiso balse uu iska diiday wareysi uu siiyay Galen Media wuxuu uga digay dadka deegaanadiisa in maxabiisa dagaalka lagu qabto la waxyeeleeyo xeerarka iyo asluubka dagaalkana aan laga tagin ayuu ku baaqay dadku isyahay marxaladuna dhamaan doonto dagaalkana waxa uu sheegay madaxweyne Biixi uu doonayo inuu bedel mid beeleed si beelaha darisada culadoodu ay u fogaato waxa weeye ma aragtay inaan laga tagin waxa weeye ma aragtay qawaaniinta waxa weeye dagaalka iyo asluubka dagaalka inaan laga tagin tusaale ahaan maxabiis baa la qabanaya sida dhaawacyo waan dhaawacyo qabin meerad laga tagay oo cadawgu ka tagay intaba waxa weeye ixtiraamkooda in la siiyo maxabiista inaan waxba la yeelin kuwa dhaawaca iyo kuwa aan dhaawaca ahaynba
marka si guud ma aragtay waxaan soo jeedinayaa dad in aan laga tagin waxa weeye xuquuqul insaanka in aan laga tagin dagaalkani ama halkankan soconaya sida saxda marka loo eego maamulka musabbihi wuxuu doonayaa inuu u riixo dagaal beeleed inuu u rogo oo waxa weeye dagaal ahliya inuu gobolka ka dhaco 28kii isla bishaas ismada dhaqanka ee gobolada Sool Sanaag Yaceen ayaa ku wareejiyay saddex maxbuus dagaal oo ay qabteen mid ka mid ah beelaha gobolka Togdheer ee Soomaaliland taas oo ay ka mahadceliyeen waxgarad ka burco go'aanka ismada ayaana muujinaya inay ka durkayaan in dagaalka loo bedo mid u dhexeeya beelaha darisyada ah qodobka saddexaad ee mucaahadooyinka guud ee Geneva ama dhowrida xuquuqda aadanaha ayaa toos u saameynaya xaalka dagaalka laascaano dhammaan muuqaalada ay duubtay Soomaaliland ee haddana amartay in lagu baahiyo baraha bulshada si moralka ciidanka loo dhiso ayaa abuuri doona in la bilaabo baaritaanada dembiyo dagaal oo dhacay xilli beesha caalamku ay sheegtay in lagu xisaabtami doono colaadda laascaanooda ahdiga Geneva waxa mamnuucaya in maxaabiis dagaal warbaahinta laga wareysto si furan laakiin Soomaaliland ayaa ka gudubtay dhabahaas waxaana muuqaalada la helay ay caddeynayaan haween iyo caruur la dhex geeyay maxaabiis oo la waxyeelaynayo dhaawacyo gargaar dalbanayo oo la dilayo iyo ficilo ka baxsan habdhaqanka nooc kasta oo binaantinimo ah ugu dambeyn marka la eego muuqaalada sawirada iyo macluumaadka ay taliska ciidanka Soomaaliland ogolaadeen in lagu baahiyo baraha bulshada iyo warbaahinta ee maxaabiista dagaal ee qabteen laga duubay ayaa bannaanka soo dhigay in Soomaaliland qaadatay dariiqa inaan waxba la hanbaynin hore waxaa loo diiwaangeliyay qaraalla askarta Soomaaliland oo ku faanaya in magaalada Laascaanood ay madaafiic la dhaceen tani waxay soo afjaraysaa wax kasta oo ay hargeysa hore uga cabatay iyada oo furaysa albaab cusub oo xaaladda uga sii dari karta ismada Sool Sanaag Yaceen waxaa saaran mas-uuliyad adag oo ah habka ay ula dhaqmaan maxaabiista dagaal iyo cid kastoo ay u arkaan inay ka soo horjeedo gulufkooda iyadoo hore u sheegeen inay dhowrayaan wax kasta haddana marxaladda taagan sida ay uga gudbaan ayaa lagu qiimeyn doonaa dhammaadka xaalkan iyo hoggaamintooda bulshada moogtahay maantaba inaad ka maaratid inaad tagto xawaalad haddii aad ku sugan tahay yurub iyo amerika bayse waxa uu kaa qabtirayaa inaad lacag u diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga iyo goobtaada shaqada kala soo deg app store-ka iyo play store-ka